صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1976 في شأن الأوسمة جاء فيه: ينشأ وسام جديد باسم وسام العمل الوطني يضاف إلى أوسمة الدولة المقررة في المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1976 في شأن الأوسمة، ويكون ترتيبه بعد وسام القوة. المادة الثانية: تضاف إلى المرسوم مادة جديدة جاء فيها أنه يمنح وسام العمل الوطني للمواطنين والأجانب من المدنيين أو العسكريين الذين قدموا خدمات وطنية نافعة لصالح الوطن أو خدمات قومية بارزة في مجال من المجالات أو لمن يرى الملك منحه هذا الوسام. ويتألف هذا الوسام من درجتين، ويكون تعيين درجة الوسام بحسب الخدمة التي يمنح من أجلها الوسام مع مراعاة المركز الرسمي والاجتماعي لمن يمنح إليه.